غزية إن غوت غويت، إن ترشد غزية أرشد. فما علاقة هذا البيت بالمشاركة والديمقراطية والشفافية الذي هو من مساقات معهد الفضاء المدني؟ قبل أن نشرح ذلك لابد أن نستمع إلى قول الراحل الملك المغرب المرحوم الحسن الثاني. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ فلا أريد أن أصير أنا في واد، أسير في واد وشعبي في واد. لذا أريد انتخابات نزيهة تبين للجميع ولي شخصيا ما هو الاتجاه وما هم الرب ومن هم الربابنة التي الذين علي أن يصحبون أن يصحبوني فوق السفينة لتسيري. استخدم الراحل الملك الحسن الثاني هذا البيت في سياق حديثه عن الانتخابات والمشاركة فيها وعن مطالبته بالنزاهة والشفافية وغير ذلك، ويستخدم هذا البيت العرب عند حديثهم عن النزاهة وعن المشاركة وعن علاقة الفرد بالجماعة. هذا البيت للشاعر العربي دريد بن سما، ومناسبته أنه اقترح على قومه عدة اقتراحات رآها صائبة، لكن قومه ذهب ضده. يخرج من الجماعة ظل معهم، وقد حصل أن بعد الحرب كانت كل توقعاته صائبة وأن رأي الجماعة كان خاطئ. وقال في هذه المناسبة: أمرتهم أمري بمن عرجي اللوى، فلم يستبين الرشد إلا الضحى الغدي، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يقول أحد النقاد أن هذا البيت ينم عن روح الديمقراطية وحكم الأغلبية، وهو له علاقة أيضا ببعض المفاهيم التي نحتاجها في مساق معهد الفضاء المدني، وهي الشفافية التي من أهدافها تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم وبين القائد وغيره، وأيضا من أهدافها تعزيز الديمقراطية الحقة. أيضا هناك مفهوم آخر له علاقة بهذا البيت وهي المشاركة، ومن أهدافها صنع القرار، تنوع الأفكار المقترحة لحل مشكلة ما، وعي الجميع بالمشكلة، توحيد الجهود وغير ذلك. أيضا له علاقة بموضوع المساءلة، وهو تحمل النتائج في كل مكان.